ده صابون الجليسرين اللي احنا عملناه امبارح، ده ملتن بور يعني قابل لإعادة التذويب. انا بلفه طبعا بستريتش عشان ما يعرقش، وهبتدي ان انا اقطعه علشان ادوبه في الميكرويف، وطبعا هاخد كميات قليلة بكميات قليلة عشان ما يتحرقش. ابتدي اقطع كده، ابتدي ان انا اضيفهم بقى في اصغر بيكر عندي عشان هدخلهم في المايكرويف. بالنسبة للمدة ما اقدرش احدد لان بتفرق من مايكرويف لمايكرويف. انا عندي بقى عملتهم 30 ثانية في 30 ثانية في 30 ثانية، يعني تقريبا دقيقة ونص، بس ممكن المايكرويف بتاعك يفرق. يعني هنا باخد معلقة مايكا 1/8 بالظبط، بحطها فوق الصابون الجليسرين بتاعي بعد ما داب، ومعاهم عطر المايكا اللي بتلمع دي. مش محتاجة ان انا اضيف لها مونو بروبولين جلايكول، هي نوع حلو قوي، انا جايبها من عند الاستاذ محمد عودة، وبتضيف وبتدوب على طول. لكن في حاجات تانية هضيفها كمان شوية لازم ادوبها بمونو بروبولين جلايكول، وبرده ده عطر مائي انا برضو جايباه من عند استاذ محمد عودة، ممتاز جدا. قبل كده كنت شارية بصراحة مايكات وطلعت وحشة قوي، كنت جايباها من شارع الجيش، كنت شارية برقم كمان، مش عايزة اقول لكم، يعني كنت جايبة مايك ب 500 جنيه وكلها اترمت يعني. وابتدي بقى العب في الالوان كده فوق بعض. الحقيقة انا عايزة اوصل لشكل كده رخامي عندنا في مصر اسمه لحم الهوانم، كده لونه روز كده حلو قوي، وتحس ان داخل فيه بيج وكده. فببتدي بقى العب بقى في درجات الالوان كلها لحد ما اوصل للي انا عايزاه. هتشوفوا ازاي هوصل حتى بالاصفرات دي للنتيجة اللي انا عايزاها. وخدت القالب كده بميل كده علشان مش عايزه الشكل بتاعي يبقى سوي، يعني هتفهموا في الاخر. خدوها كده فور فان يعني، مفيش طبعا شكل بيطلع زي التاني عشان احنا بنعمل صابون رخامي. دوبت شوية صابون جليسرين تاني، وهضيف لهم عطر اللافندر، وهضيف كمان اللون النبيتي اللون المائي على طول، وبدوب وهبتدي اضيف فوق الصابون بتاعي في القالب، وبرجع اعيد تاني ازيد لون موف فوق الصابون نفسه اللي انا ضايفه له النبيتي، وبسرعة بنزل بيه. وبعدين دلوقتي اخدت 1/8 من الصابون من المايكا اللي هي اللونها الكناري دي، وهدوبها في اقل من 10 جرام مونو بروبولين جلايكول، وهضيف لها زيت نعناع، وارجع اضيف بقى كل ده جوه البيكر اللي فيه الصابون الدايب عشان انزل فيه في القالب بتاعي. اهم مكون بقى في الالوان هو التيتانيوم وايت، ده بقى اللي هيخلص كل حاجة. انا ضفت شوية تيتانيوم وايت على الاصفر اللي انا كنت عاملاه في البيكر الصغير ده، وبزود له مونو بروبولين جلايكول عشان يدوب كويس، وهبتدي انزل بيه بقى في الصابون. حطيت على فوقيه صابون جليسرين الدايب كده في البيكر نفسه الصغير ده. ليه بقى؟ لان انا عايزه انزل بيه كده واعمل زي خطوط ونقط زي عرق الصابون كده، شايفين؟ ده اللي هيديني الشكل الرخامي، ده اللي بقى اللي هيظبط الشكل كله في بعضه ويخليه شكل رخام، ده اللي اقصد اقوله يعني. هنا بقى انا عايزه اظبط اللون البامبا اللي هو الروز ده بتاع الرخام، فحطيت فوق التيتانيوم وايت اللون النبيتي، وبعد كده جبت اللون الموف ده زي ما انتوا شايفين كده، وحطيته فوقيه، وزودت طبعا مونو بروبولين جلايكول عشان يدوب اسرع، وزودت العطر كمان، وبدوب
وبضيف له بقى الصابون الجليسرين جوه البيكر الصغير ده، وببتدي ايه ان انا انزل فوقيه كده، وبحاول ان انا ايه اوسع له سكة كده بالتوث بيك كده عشان يدخل تحت يعني. وهنا الموضوع محتاج تيتانيوم وايت، فبدوب تيتانيوم وايت تاني وهضيف له طبعا الصابون وانزل عليه بسرعة عشان عايزة الايفكت قبل ما قبل يعني عايزة يتخلط معاه قبل ما ينشف. شايفين ابتدى يدي رخام، منظر الرخام الصح يعني. وبرجع اضيف تاني برضو، يعني دخلنا بقى في الجد، عايزة عرق ابيض صريح، شايفين. وده القالب بتاعي بعد ما نشف تماما، وهبتدي ان انا اقطعه تقطيعات تخينة طبعا زي ما انتوا عارفين بحب الصابون ما يبقاش، بحبه يبقى كمية يعني، تحس كده شكله فخم يعني، شكل حتة الرخام بجد. قلت تاني مرة بفكركم، دي وصفة الصابون الجليسرين اللي احنا عملناها في 5 دقايق امبارح، فعشان محدش يقول لي ايه المكونات وكده، لان ده مالتن بور يعني، احنا مجرد اخدنا الصابون اللي احنا عملناه امبارح ودوبناه بس. ممكن ترجعي للوصفة اللي هي بتاعة صابون الجليسرين في 5 دقايق، ولو انت عايزة تعملي الجليسرين من الاول. نيجي دلوقتي للجد، عايزين ان احنا نغلف صابون الجليسرين بتاعنا ده، فنعمل ايه؟ جبنا الكيس الحراري دي، دي بتجاب من عند بتوع البلاستيكات، بس انا الحقيقة انا اشتريتها من عند محمد عودة، لان ما عنديش وقت ان انا كنت الف وادور على كيس حرارية وكده، لان انا طبعا انا بصور كل يوم ما عنديش وقت يعني. وده جهاز كده كان عندي قبل كده، كنت بستخدمه ان انا بقفل بيه الاكياس البلاستيك عشان احط حاجات في التلاجة وكده، فهو مش حاجة بروفيشنال قوي يعني، لكن في طبعا حاجات بروفيشنال اكتر للتغليف، بس انا بشتغل على قد يعني. فببتدي احط صابونه صابونه كده في الاكياس الحراريه دي، وببتدي ان انا اقطع الحواف بتاعها بطريقه اللحام دي زي ما انتوا شايفين دلوقتي، بدوس عليها كده فبتقطع وبتلحم الاتنين في نفس الوقت. بس طبعا في حاجات انا شفتها يعني، في حاجات اسهل بكتير يعني، لو حد بيشتغل في تصنيع الصابون دي هتبقى متعبة شوية يعني، لكن في حاجة شفتها كده عاملة زي السكينة وبتقفل كده على طول وتبقى سهلة يعني. وهنا طبعا بعمل ايه، جبت السشوار وبمشيه كده على الصابون وهو متكيس، فبيروح عامل شرينك، هو النوع الاكياس ده اسمه اكياس شرينك، لما تيجوا تسألوا عليه اسمه اكياس شرينك. السشوار بيسحب الهواء اللي جوه كده ويخليه يلزق كده، فبيخلي المنظر بروفيشنال قوي وبيحافظ على الصابونه. لازم الصابون الجليسرين يتغلف سواء بنايرو ستريتش او بالمكنه دي، الطريقه دي يعني. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتسيبي لي كومنت، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.